راية بلاد الخير بنتكاتف لجل كل خير بنبني أرضنا ونمضي في درب العز يوم واحد يتمشقوا لا تقول لي ما يالي ما عندنا ودان ما عندك ودان قلت لا الحين المحمل عندي ماكينة خدت عيالي خوالد وذيك قبل هذين دشوا وياي ينهم يسمونها الكشوشة جلست خيط عندي 70 تحملت ان انا بيعلم بي سمك البحر اللي رايق له هني ربيانة حط في ربيانة وتفضل أشوف الشاسم الخير يمشي ما مش ما يتمشي ضرب عليه ولا سكن عفونا السكن الأسود ولا واحد في 10 كيلو وصيد لي 12 ما شاء الله أي 12 تالي يو قلنا رحير قراقر عندهم وهي بوسنا بس وليت البيت قلت البيت فاتوها شاي بالحلمة كيكا يابلك سكون لك لا تجيب لي سكون تبي تجيب لنا هذي هل تشموها النواعيد وغيره قلت لها اقول لك قلت لها واحد في كلوين قلت لها صفر حق القاجر حق العشر حيناوين حيناوين دار الهوى يا ابو بلم لا طقني وحد سيف وانا اشوف العوايف كيف قل الشتاء وبار الصيف وانا معاك نعم اسوي هاي ناوي الله هاي ناوي دار الهوى يا ابو بلم لا طقني وحد سيف وانا اشوف العوايف كيف قل الشتاء وبار الصيف وانا معاك نعم اسوي اذا ارضى الوالدين بس خلاص انت في نعمه وفي خير وين ما رديت كلها وقفت لكن اذا تعصي والديك لو وين ما رحت كلها دموع كل شيء اللي تعلمه يفيدك الحين انتم علمونكم وفهمونكم وانتم دام طلع الحين تفهمون احنا الاول اللي ما تعرف ما حد يعلمني خليني كذي يلا بس روح البحر روح تجلس تلعب هني أنا أشجعكم على هالبرنامج. أبو مشكور والله ما قصرت على اللقاء. يعني استمنى أشياء منك وايد. إن شاء الله نشوفك مرة ثانية ويعني تقول لنا أشياء أيضا. جزاك الله خير. مشكور يا أبو ما قصرت. تحملوا بنفسكم بس. مشكور يا أبو على وقتك. ما قصرت. احنا في البحرين اجدادنا وابانا عاشوا على السمك والبحر كجزيره ابتدى فيها عده طرق حق الصيد طريقه الصيد بسيطه عندنا الخيط نستخدمه طبعا ناخذ البندله كامله ونلفه بعدين تجيب الربيان او الحثاق نستخدم هنا الحثاق او الربيان او السلس وفي واف بعد زين اي زفر السمك تحب الزفره فبالتالي من نقطه في الماي طعم بيتحرك
اسمك انت تاخذ فتيرك انت تسحبها. اذا يعني مثلا اسمك عوده شلون اذا نبي نقدر نصيدها؟ اذا ميدار حطينا ميدار صغير. الميدار الصغير ما يجيب اسمك العوده. ايش كبر يعني مثلا؟ السمك الكبار في ميادير من 8 او 9 7 هالميادير الكبار. اذا كان مثل في شيء اسمه الداريه، تعرف الداريه؟ تحط السمك كامله من حين تنشقها وننزلها، هذه تاخذ لك ميدار كبير. يعني ياخذ لك ميدار، هذه مقاس الحنيته هذه يوصل لهنا. شلون تركب الميدار؟ تركيبه الميدار ذي الطريقه، احنا في واحد مركب، احنا بنريكم شلون نركبه الميدار الثاني. طبعا احنا نسوي هذه البدايه نفس الشناقه، شفت الشريطه الشناقه؟ تربطه وبعدين تقص واحد قصير شوي واحد اطول، انلات الميدار اللي بيكون هاللون، فهي تاخذه وتروح. اذا رجعته شارف بوسه بهذه الطريقه. زين راويتك انا. الحين لو هذه نعتبر اسمك الربيانه، حتى الربيانه. بتاخذ اليمة وبتروح. ايش صار؟ ركز فيها. اذا هديته عفرت وراحت. لكن اذا رديت بها بصير بهذه الطريقه بيصير يطلع بهنا. يطلع من البوسه. فانت هنا الخيط موجود، تسحب عليه تسحب عليه تسحب عليه. ويكون طريقتك للسحب عاديه. اللي تسحبه يجي طوره. عشان شنو؟ ما يتشرب خيطك. توصل للسمكة تيول الخيط تبطلها، ترد تركب لك يمه مره ثانيه وتنزل. نحذر ان احنا ما نسحب الميدار يدش في يدنا. شكرا اخوي عارف على المقابله واطلب منك نصيحه حق جيل 2030. احنا ننصح عيالنا وشبابنا يعني دائما انه ما يطلعون بروحهم، دائما ياخذون من ذو خبره معاهم. ارحب بفكره مجيء الشباب مثلكم، وهذا شيء طيب. يعني احنا بالنسبه لنا قدرنا نوصل معلومه وتنتقل لكم، وانتم باكر ان شاء الله بتنقلونها حق اجيال الشباب اللي بتجي بعدكم. حققنا شيء يمشي مع الرؤية الاقتصادية للمملكة، وهو تطوير الشباب البحريني. هم مو بس تطويرهم الحين، يمكن احنا طورناهم الحين، لكن باكر لما يروحون سوق العمل بيختارون التخصص الصحيح، بيعرفون شنو يبون، بيكون عندهم المهارة والثقة بالنفس والقدرة ان هم يتخذون قراراتهم بنفسهم. الحين أنا كطالب في المعسكر الصيفي للشباب، شلون أقدر أستفيد من البرامج اللي تقدمونها؟ طبعاً بما أن عندنا إحنا قائمة من البرامج، هذه القائمة موجودة على الصفحة الإلكترونية وموجودة في بروشورات في قسم في تمكين نفسها. تأخذ اللستة كلها القائمة وتختار البرنامج اللي يناسب مؤهلاتك وطموحاتك. إذا كانت شروط القبول تنطبق عليه فتتصل في المعهد أو الجهة التدريبية وتقدم عندها. طبعا شركاتهم تبكيني على شو تقدم الحق اللي راح يقدمون عندكم وكذي؟ في تمكين عندنا برامج تدريبيه وتوظيفيه تغطي كل شرائح المجتمع، يعني اللي ما خلص الثانويه العامه، اللي خلص ثانوي البكالوريوس، حتى اللي يشتغل. فكل برنامج له مواصفات مختلفه وشهادات مختلفه. الميزانيه اللي تبونها شلون تحصلونها من وين؟ الفكره الاساسيه ان الميزانيه تجي من هيئه تنظيم سوق العمل. طبعا هيئة تنظيم سوق العمل مثل ما تعرفون تاخذ 10 دينار بحريني على كل عامل اجنبي. 80% من مجموع هذه المبالغ ترجع الى تمكين، 20% الى حسب الدوله. هاي 80% من المبالغ المحصله كلها تمكين تحاول من خلال برامجها المختلفه ان هي تدخلها مره ثانيه الى سوق العمل عن طريق بحريني مؤهل قادر انه هو يعمل في سوق عمل ويكثر من الانتاجيه. دوركم انتم يا جماعه لحد يستهون باللي ممكن واحد منكم يسويه. كل واحد في مجال عمله اذا ابدع ديرك كل تستفيد. شوف الاسئله اللي جات تدل على فهم، على ادراك، وربما هالادراك والفهم ايضا تطور في النشاط نفسه. انا ادري ان خلال الايام اللي راحت الاسبوع او الاسبوعين جماعه كانوا يروحون يزورون اماكن عمل، وزارات، شركات، واعتقد التجارب هذه يعني تفتح عينهم. يعني انا اللي قلته اليوم كلام،
بس هم بالفعل من خلال المعسكر قاعدين بالفعل يعني يعيشون هذا الواقع، موجودين في مواقع العمل، هم نفسهم عليهم التزامات معينة، واجبات معينة يقومون فيها. اللي بيروح منطقة مثلا بيشجر وعليه كم معين من العمل لازم ينجزه، هذه يعني يقربه أكثر إلى الإحساس بجو العمل. سعدنا إحنا بوجودنا مع الشباب اليوم، أسئلة جيدة سألت، تبشر بالخير وتدل على وعي. يقوم هذا القسم بعمل دراسة مستوفية لسوق العمل واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع شركات خارجية مستقلة تقوم بدراسة مسحية للسوق. هذه الدراسة تنتج لنا عبارة عن فجوات أو احتياجات للسوق، نقوم على أساسها بتصميم برامج تدريبية تأهيلية لهالكوادر البحرينية. في قسم تنمية الثروة البشرية الأعداد المستهدف 37,000، المستفيدة 14,000 لحد الحين، من التأسيس من 2006 إلى الحين 14,000 مستفيد من برامج تنمية الثروة البشرية. نبغى يجيها